منصة استثمارية لسه فاتحة دلوقتي حالا، ما بقالهاش ساعة على بعض، جايبها لحضرتك في الأول كده لو حضرتك حابب. طبعا الفرصة زي دي فيها ربح كويس والدخل بتاعها كويس إلى حد ما، الإيداع بتاعها قليل، فحضرتك كمل الفيديو للآخر وشوف هتناسبك ولا لأ. أول ما حضرتك بتسجل بيكون معاك 66 دولار في الحساب. هوري لحضرتك دلوقتي خطة الـ VIP وإزاي بنتعامل مع المنصة ديت، وهنشوف السحب بتاعنا وهنسحب قد إيه. أنا طبعا مش جد لحضرتك نصيحة استثمارية، أنا بعرض تجربتي وحضرتك بتقرر إن كانت هتناسبك ولا لأ. تمام، إحنا أول حاجة عندنا هنا من الـ VIP 1 لحد الـ VIP 10، احنا طبعا ما بنهتمش بالادعاءات الكبيره اللي زي دي، خلينا نضغط له على كلمه VIP. انا طبعا هنا فتحت VIP 1، بيقول لك التاريخ من 17/5/2023 وده الوقت ل 16/6/2023، يعني تقريبا شهر بالظبط. طيب تمام، احنا راس مالنا هيرجع من الخطه الـ VIP 1 ديت تقريبا في 4 ايام، يمكن اقل من 4 ايام، نتمنى بس المنصه تطول معنا شويه وما تقفلش في الفتره دي. VIP 1 هتحتاج تعمل ايداع ب 10 دولار، VIP 2 148 USDT طبعا بيكون في الحساب بتاعك 66 USDT، والVIP 3 بتحتاج تعمل ايداع 192 USDT، بتخصم ال 66 USDT وبتكمل عليهم، يعني ال 66 USDT اللي في حسابك دول انت بتكمل عليهم. طيب تمام، خلينا نعمل المهام مع بعض. نيجي له على خانه الVIP، نضغط على السهم كده هيبتدي يفتح لحضرتك المهام. هنضغط هنا على جو تو فينيش، نضغط عليها وناخد المهمه الثانيه، المهمه الثالثه، وهكذا لحد ما تخلص الخمس مهمات بتوع حضرتك. احنا كده خلصنا الخمس مهام بتوعنا، وبقول لحضرتك المهام هتتجدد كمان 21 ساعه. طيب خلينا نضغط له على خانه الهوم تاني، نجي له على خانه الويزدرو، بيقول لحضرتك معاك 2 دولار و50 سنت وقابلين للسحب. هنضغط له هنا عايزين نسحب قد ايه 2 دولار و50 سنت، وهنجيب له هنا عنوان اليو اس تي تي ار سي 20 بتاعنا. تمام يا شباب، حطينا له هنا عنوان السحب بتاعنا او العنوان اللي هنسحب عليه. انا بفضل بايننس في المواقع اللي زي ديت او تراست وولت، بلاش باير لان الحد الادنى للسحب 5 دولار، لو سحبت 4 دولار و90 سنت مش هيوصلوا لك، لازم 5 دولار كحد ادنى. طيب تمام، خلينا هنا بقى نكتب له باسورد المعاملات بتاعنا، وهوري لحضرتك دلوقتي تعمله ازاي. وبعد كده هنضغط له على كلمه كونفيرم، قال لحضرتك سكسس، تمام ما عندكش اي مشكله، كده عمل لك طلب سحب. خلينا نرجع كده ونشوف السحب بتاعنا هيوصل في خلال قد ايه. نجي له على خانه الماين، وبعدين نضغط له على كلمه فاينانس دي، نضغط عليها كده ونجي له على خانه ويز زيرو اكونت، قال لحضرتك دي المهام اللي انت عاملها وده طلب السحب بتاعك 2 دولار و50 سنت. طيب احنا لما السحب بتاعنا يوصل خلينا نشوف طريقه الايداع مع بعض. نرجع تاني على خانه الهوم، نجي له على خانه الديبوزيت، هيقول لحضرتك ده العنوان اللي هتبدا ترسل ليه من على اي منصه او اي محفظه حضرتك بتتعامل من عليها على شبكه التي ار سي 20 يو اس تي تي ار سي 20. وبعد ما هترسل والمعامله يتم اكتمالها او يدي لك ان المعامله اكتملت، هتضغط له على كلمه ريتشارج كومبليت. طيب خلينا نشوف خانه التيم مع بعض، ده كود الدعوه بتاع حضرتك وده لينك الاحاله بتاع حضرتك، هتبدا تروج ليه على منصات التواصل الاجتماعي ومع اصدقائك وهكذا. وزي ما انا بقول لكم يا شباب ودايما متعودين ان الاحالات ليها دخل كويس جدا ودخل قوي، فحضرتك ما تفوتش اي حاجه فيها احالات ان كان في مجاني او استثمار. عندنا الليفل 1 او المستوى الاول بيدي لحضرتك 13% من ايداع الاحاله بتاعتك، يعني لو الاحاله عملت ايداع 100 دولار حضرتك بتاخد 13 دولار. وهنا في الليفل 2 بيدي لحضرتك 3% والليفل 3 بيدي لحضرتك 1%. تعالوا بقى نشوف طريقه التسجيل مع بعض. اول ما حضرتك بتدوس على اللينك اللي انا سايبه لك في الديسكريبشن او الكومنت المثبت هيفتح معاك الواجهه دي، هنكتب له هنا الجيميل بتاعنا، وهنكتب له هنا باسورد الدخول، وهنا باسورد السحب او باسورد المعاملات، بيبقى مختلف عن باسورد الدخول، ولو حضرتك عايز تكتبه زيه مفيش مشكله، وده كود الاحاله. وبعد كده بنضغط هنا على كلمه ساين اب، كده هيفتح الحساب لحضرتك بشكل طبيعي جدا بدون اي مشكله. هنا قال لنا ان السحب بتاعنا اكتمل بنجاح ووصل خلاص. طيب هنا جالنا من خانه الاشعارات اللي فوق ديت اللي جنب اللغه والدعم، لو ضغطنا عليها كده ديت الاشعارات يا شباب بتاعت السحب وهكذا. وعندنا الدعم بتاعهم هنا، لو حضرتك ضغطت عليها يقول لحضرتك تليجرام. هتلاقيني دلوقتي سايب لحضرتك على اليمين او على الشمال اثبات السحب وصل لي على منصه باينانس اهو. بالنسبه للسحب تقدر تسحب في اي وقت في ال 24 ساعه، مفيش اي رسوم. وبحب افكر حضرتك انا مش جدك نصيحه استثماريه، انا بعرض تجربتي وحضرتك بتقرر ان كانت هتناسبك ولا لا. وعندهم هنا الاب، لو حضرتك عايز تحمل التطبيق بتاعهم هتضغط على كلمه اب وتحمل من اندرويد او ايفون لو حضرتك عايز. لو حضرتك عايز تتعامل من على الويب سايت تتعامل براحتك. وكده يا شباب يكون انتهى فيديو النهارده، اتمنى يا رب الفيديو يكون افادكم. لو حضرتك وصلت لحد هنا اكتب لنا رقم 5 في كومنت، ما تبخلش عليها باللايك الجميل بتاعك وكومنت براي حضرتك ان كان سلبي او ايجابي، بتقبل كل كومنتات وبرد عليها كلها. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.